إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله العظيم إلا شبعت الشطيح بالله. كيف الحال الإخوان؟ يلا اللي كيسمع يطبي سنك سنك. يلا يلا اللي كيسمع يطبي سنك سنك باش نشوف واش كاين الصوت ولا لا. مبروك عليكم الباك الاخوان، والله العظيم الا انا بعدا كنقول لكم مبروك من دابا. كلشي الامور غتكون بسيطه وسهله وفي المتناول، وكلشي غيفرح والديه الا صحاب 96. صحاب 96 راكم عارفين. ايوا والله الله ييسر الامور، كلشي غينجح ان شاء الله وكلشي غيفرح. واش في اخباركم بانه ما غاديش تسنى بزاف؟ يعني ملي غدوز الوطني امتى النتائج؟ نهار 15 دغيا، ماشي بحال السنوات اللي قبل. التلامذة كيدوزوا الوطني نهار 6 في شهر 6 وما كيخرجوا النتائج حتى نهار 25، يعني خصك تسنى عاوتاني واحد شهر وبزاف ديال الوقت. دابا لا، كدوز واحد السيمانه ها انت شديتي البكالوريا ديالك، شفتي النتائج. اذا تحيه فلسفيه متواصله، مرحبا. اليوم ان شاء الله غنديروا التصحيح لديك المتتاليه اللي عندكم في الامتحان التجريبي، اللي عطيتكم في الامتحان التجريبي. هي في الحقيقه سهله ولكن راه مسمومه بزاف، فيها شويه ديال زعما تكون ضبط الامور ديالك. اذا غندير ليها التصحيح قبل ما نمشي لتمرين اخر، ياك. المهم بالنسبه لهاد التمرين ديال المتتاليات غنديروا ليه التصحيح اللي عطيتكم في الامتحان التجريبي. صافي، كلشي مستعد؟ عطيوني سنك سنك كلا مستعدين باش نبداو. اي راه غيصحو الامتحان دغيا تقريبا سيمانه، يعني غدوزو نهار 15 غتشوفوا النتائج ديالكم، وهادي راه وقت قليل بزاف حتى في التصحيح، يعني غير سربيه وداكشي دغيا ان شاء الله. وكلكم ناجحين، كلكم ناجحين. دونك غنمشيو للسؤال الاول. الناس اللي بيوف راه غنبقى نترجم، ياك غنبقى نترجم. المهم قال لك بين باستعمال البرهان بالترجع ان 3 على 2 كبر قطعا من او ان لكل ان من ان. صافي، غنبينو لنا 3 على 2 كبر من او ان. مونطري كو، ردوا معايا البال مزيان عفاكم في هذا التمرين، راه ضروري خصكم تفهموه. مونطري كو 3 ديفيزي بار 2 سيكومون سوبيريور ا او ان كو سوا ان دو ان. يلا كلشي رد البال، عفاك كلشي رد البال. برهان بالترجع ما يحيدوش لك الطبيب، ضروري غيكون عندكم برهان بالترجع، ياك. هذا البرهان بالترجع فيه ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى كتسمى مرحله التحقق، انيسياليزاسيون. المرحله الثانيه كتسمى مرحله الافتراض، ايغيديتي. والمرحله الثالثه كندير واحد الخلاصه عامه، اوكي، اولا الخلاصه اللي توصلنا لها. اذا انت الا بغيتي تكتب هاد العناوين مزيان في اطار تنظيم مرحلة التحقق انيسياليزاسيون، راه كنترجم دابا بالفرنسية باش ما نبقاش نكتب حيت الرياضيات ماشي مشكل. هنا غنشوف اش من مجموعة، علاش كنخدم المجموعة ان، شنو هو العنصر الأول في ان؟ هو زيرو. صافي، هو زيرو. إذا غندير اون بوز أو لا بوغ من أجل ان كتساوي زيرو لدينا، وغنحسب إلي زيرو. إلي زيرو شحال كتساوي؟ راه تعطات لينا هذيك، تعطى لك في التمرين هايا، تعطات لك هي واحد. ومنه دو فعلا راه هذيك إلي زيرو صغر من 3 على 2. علاش؟ حيت 3 على 2 كتساوي 1.5، و 1.5 راه كبر من واحد، نورمال. وكنسميوها عبارة صحيحة، لا بروبوزيسيون إي فغي.
يلا اللي فهمت تقاشر الاولاني طبي 5 5 زيد 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 باش نزربوا عليها التمرين عفاكم نمشيو لحاجه اخرى. دابا راه كنخاطب بالدرجه الاولى فقراء الرياضيات اللي باقي عنده مشكل في الترجع. اما اللي ما عندوش مشكل في الترجع يتسنى حتى نديروا التمرين الثاني. اوكي حتى نديروا التمرين الثاني اللي فيه شويه ديال الخدمه. يلا يلا والله العظيم الا مورا ملي غتدوزوا غنتوحشكم صراحه، حيت كلكم غتنجحوا وغتمشيو وغتنساونا. يلا ماشي مشكل. الاخرى مرحله الافتراض. مرحله الافتراض، شوف 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 معايا شنو غندير في مرحله الافتراض. داكشي اللي عطاوك تجاوب عليه كتفترضوا صحيح. اشنو عطاوني نبين هادي؟ اذا نفترض ان 3 على 2 كبر من UN. واحد الخطا اللي كيديروه مجموعه من التلاميذ وكتمشي لهم النقطه، كاين اللي كيدير لكل ان من ان، لا ان عنصر من ان. علاش؟ حيت الا درتي لكل عندها معنى اخر. واش مفهوم؟ كنديروا غير ان عنصر من ان، حيت الا درتي لكل راه بحال بينتي ديك الاخرى ما تحتاج كاع باقي تبينها. لنبين ان ان زائد 1 صغر من 3 على 2. اذا هنا اش من طريقه غنستعملوا عفاكم، اش من طريقه استعملتوا في التجريبي؟ واخا شفت شي فضائح راه لا اله الا الله، حطيت البصله حدايا حيت شداني السخفه، صحيت بعد الاوراق وشفت بعد الاوراق راه جرائم فقر الرياضيات، شي حوايج غريبه الاطوار. ايوا الله يسر الامور، الله يسر الامور. تخيلوا معايا باقي كيتواصلوا معايا التلاميذ اللي كانوا استفدوا من 2010، حيت انا في اليوتيوب وكذا من 2009، من 2009 باقي كيتواصلوا معايا. تبارك الله راه كاين اللي دار ولاد وكاين اللي دار ولاد ولاد هذا الشيء اللي كيبقى. الفرق سلمى، الفرق فاتيس، الفرق حمزه، الفرق زيد شي مسخوط الوالدين يقول تأطير باش نبلوكيه. زيد الله يكون شي مسخوط الوالدين. الحمد لله كلكم بعدا قلتوا الفرق، كلكم هادو بعدا اللي كاينين هنا قالوا الفرق. اذا عافاكم داكشي ديال التأطير ممنوع. علاش؟ حيت هنا الا درتي التأطير راه خصك دير مقلوب وغيكون تما واحد التناقض. واش مفهوم؟ التأطير راه كاينين الحالات فاش كدير التأطير ولكن ماشي بحال هكا. يلا غنديروا التأطير بمعنى اخر. لنبين ان شنو؟ غنبينوا بان ان زائد 1 ناقص 3 على 2 صغر من 0. بمعنى اخر جبت هاد 3 على 2 لهاد الطرف ولات ناقص 3 على 2. كاين واحد اخر ما غيعجبوش هاد القشر هذا، شنو غيدير؟ هو غيدي ان لذاك الطرف، ماشي مشكله. بركي ما بغيتي مع انوي ماشي مشكل. اذا انا شنو غندير؟ غنحسب هاد الفرق ونشوف واش فعلا صغر من 0 ولا لا. غنجي لهاد الصبوره هادي غنديروا لدينا ان زائد 1 ناقص 3 على 2 كتساوي. راه كاينين عاوتاني فيكم دوك علماء الرياضيات شنو كيدير؟ كيدير صغر من 0 هنا، راه عارفين الريوسون كيدير صغر من 0 وديما في الاجابه ديالو كيدير صغر من 0. لا راه الا عرفنا واش صغر من 0 علاش غتجاوب اصلا؟ حنا مازال ما عرفنا واش صغر من 0، غنحسب ونشوف. اذا الى ان زائد 1 شحال كتساوي؟ 4. الى ان ناقص 9 على 4. الى ان شحال هذيك؟ ناقص 8 ناقص 3 على 2. شحال عاوتاني من واحد دار خطا في هذا توحيد المقام؟ توحيد المقام كنديروا المقام في المقام، يعني 2 في 4 الى ان ناقص 8 هذه في هذه، يعني 2 عامل ل 4 الى ان. حنا شويه بشويه هذا التمرين هذا كنشرحوه دابا لفقراء الرياضيات من حقهم حتى هما يفهموا. ناقص 8 من بعد غننشر الفوق. ملي غننشر داك الفوق اعطوني النتيجه ديريكت عفاكم، اعطوني النتيجه ديريكت باش انا نديرها ياك. المهم المقام راه غيبقى كما هو. يلا شي واحد شي متطوع يعطينا النتيجه ديريكت باش ما نضيعوش سميتو. نشر واعطيني شنو غنكتب الفوق. زيد 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 عفاك زيد. يلا كلشي خدم عفاك، خذ ورقه وستيلو واعطيني شنو غندير في داك البسط. انا غندير هاديرك داكشي اللي عطيتوني غنحطو تما.
يلا الإخوان يلا يلا. والو والو ناقص 4 ناقص 4 يو ان زائد 6 ناقص 4 يو ان زائد 6 ياك داكشي كلشي اللي لقيتو ناقص 4 يو ان زائد 6 مزيان ناقص 4 يو ان زائد 6 من بعد اشنو غندير دائما كتحاول تخلي يو ان بوحده يعني داك العدد اللي مضروبه في يو ان حاول تعمل به اذا غتعطينا في الاخر ناقص 4 عامل لي يو ان ناقص حيت عملت بناقص 4 غتعطيك 6 على 4 6 على 4 اللي هي يعني 3 على 2 6 على 4 اللي هي 3 على 2 بعد الاختزال اذا غتعطيك 2 يو ان ناقص 8 دابا خصني نعرف الاشاره ديال هاد القشره هذا شنو غندير غنعتمد على فرضيه الترجع غنديروا لدينا ردوا معايا البال لدينا سيدي فرضيه الترجع عندك يو ان صغر من 3 على 2 بمعنى شنو غنجيب هاد 3 على 2 لهاد الطرف غتولي يو ان ناقص 3 على 2 صغر من 0 ها انت بعدا لقيتي هادي راه سالبه يعني هذا راه سالب ولكن في هاد ناقص 4 كتعطيك موجب هادشي علاش مجموعه من التلاميذ قالوا لك راه التمرين فيه خطا لا حيت خصهم يلقاو سالبه وهما لقاو موجبه راه مازال ما درستي الاشاره ديال المقام رد البال انت دابا في راسك هاد القضيه هادي الا لقيتي هنا الاشاره موجبه درس حتى الاشاره ديال المقام حيت ما عرفناش واش موجب ولا سالب غنعتمد عاوتاني على الترجع عندك يو ان صغر من 3 على 2 وغندير التاطير لهادي غنضرب 4 في الطرفين يعني غتعطيك 4 يو ان اصغر من الا ضربت هنا في 4 سيدي غتعطيك 4 مع 2 غتمشي وغتعطيك 6 اييه زيد شنو غندير مازال غنحاول عاوتاني نقص 8 الا نقصت 8 شنو غتعطينا 4 يو ان ناقص 8 اصغر من 2 اولا 6 ناقص 8 اللي هي ناقص 2 ايوا شي حاجه صغر من ناقص 2 شي حاجه صغر من ناقص 2 راه سالبه اذا هذا راه سالب بمعنى اخر هذا مو سالب وهذا سالب وهذا اللي في المقام سالب اذا هذا القشر كامله غيكون سالب ومنه دو يو ان بلس 1 موان 3 سور 2 انفيريور ا 0 يلا اللي فهم يطبي 5 5 عفاك يلا يلا بما نبلوكي صحاب 96 راه ضروري اي حاجه ضروري خص يكون فيها يدخل فيها الشيطان ضروري ملي كنخدم الشيخات ما صحاب 96 كيتبنجوا ما كاينش اللي غيخسر الهضره ولكن ملي كدير شي حاجه مفيده وكذا ضروري صافي يلا اشنو اللي ما فهمتيش هنا راه غير درت تاطير يعني بديت من هذه كنضرب وكنقص اذا هذه سالبه وهذه سالبه وهذه سالبه يعني كلشي سالب هاي. ملي هذه سالبه راه حتى هذا الفرق راه سالب صافي يلا غنمسح هنا باش نمشيو للاخر مرحله في الترجع اشنو هي اخر مرحله في الترجع كنسميوها خلاصه او لا نتيجه خلاصه كونكلوزيون لكل ان من ان لكل ان من ان اولا نبداو بديك القضيه ديال حسب مبدا الترجع بحال دابري لو برينسيپ دو ريكيرونس حسب مبدا الترجع لدينا 3 على 2
أكبر من UN لكل N من N. صافا الإخوان، إذن هذه هي المرحلة الأخيرة. يلا اللي فهمي طابي 5-5 باش نمشيو لحاجة أخرى. يلا يلا اللي فهمي طابي 5-5 باش نمشيو لحاجة أخرى. انا دابا اللي بغيتكم تفهموا في هذا الترجع غير تردوا البال للاشاره ديال المقام، حيت شحال من واحد ما دارهاش في سميتو في التجربه هذا. اذا غنمسح، اسمحوا لي واحد الدقيقه. نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني حتى هو الاغلبيه ما جاوبش عليه، وكاين اللي جاوب عليه مزيان. نشوفوا بعدا شنو عطاونا في هذا السؤال هذا. نوريكم التمرين. يلا شوفوا معايا. بالنسبه للسؤال الثاني راه هاد المتتاليه راه ساهله بزاف ولكن حاره شويه. بين ان UN تزايديه ثم استنتج انها متقاربه. بين ان UN تزايديه ثم استنتج انها متقاربه. اذا هنا شنو هي الخاصيه اللي غنستعمل عفاك؟ شنو هي الخاصيه؟ شنو هي القاعده؟ القاعدة اللي غنستعملو. كيفاش كنعرفو التأطير؟ مثلا الى عندك واحد التعبير ديال UN زائد واحد، ما فيهش UN في البسط وما فيهش UN في المقام، بحال هكا يقدر تفرق بين سميتهم. الى تعطات لك على شكل UN زائد واحد كتساوي عدد في UN زائد عدد، هنا يمكن لك دير التأطير. بحال مثلا الوطني ديال 2017 والوطني ديال 2014، إلا تحطت لك UN بداك الشكل. مزيان، كلشي عطاني الفرق. يلا ردوا معايا البال، غنحسب داك الفرق ونشوفوا واش غنلقاوه فعلا ولا لا. إذا السؤال الثاني، بين أن UN تزايدية ثم استنتج انها متقاربه. مونتري كو يو ان اي كرواسونت وغنستنتجو انها كونفيرجونت. اي كونفيرجونت، دونك غنحسب الفرق ياك. يو ان زائد واحد ناقص يو ان، اشنو غندير؟ غتعوض يو ان زائد واحد بالتعبير ديالها اللي هو 4 UN 4 UN ناقص 9 على 4 UN ناقص 8 ناقص UN. من بعد غنديرو توحيد المقام. إلا وحدت المقامات غتعطينا 4 UN ناقص 9 ناقص UN في داك المقام اللي هو 4 UN ناقص 8 الكل على 4 UN ناقص 8. صافا الإخوان، من بعد عاوتاني غنشر هادشي. دابا راه واضح، غنشر الفوق غتعطيك 4 يو ان ناقص 9 ناقص 4 يو ان نوسي 2 ناقص مع ناقص هي زائد 8 8 يو ان الكل على 4 يو ان ناقص 8. من بعد شنو غتعطينا عاوتاني الفوق؟ دابا كان بعدا راه غيبقى 4 يو ان ناقص 8، ولكن هنا غنحاول نعزل 4 يو ان وسي 2 4 يو ان زائد 8 يو ان شحال كتساوي؟ كتساوي 12 يو ان ناقص 9. شكون اللي غيعطينا الفكره اللي غنديروا هنا عفاكم؟ يلا اللي بغى يجاوب على شكل رساله صوتيه يعطينا شنو هي الفكره اللي غنديروا هنا. راه الاغلبيه ما كيعرفش كيفاش يتعامل مع هذا النوع ديال
ديال المتتاليات يعني في دراسة الرتابة. يلا عفاكم يلا. اللي بغى يجاوب على شكل رسالة صوتية. درت تأثير وخرجت ليا. لا لا واخا خرجت لك، ولكن راه درتي واحد الحاجة غير منطقية. علاش؟ حيت عندك المقام، ملي درتي تأطير المقام خصك دير المقلوب، وملي كدير المقلوب راه كيتبدل الرمز. واش مفهوم هنا فين كاين الإشكال دابا؟ رد البال. تأطير لا. أيه. نستمع للرسائل ديالكم والأصوات ديالكم الجميلة. أي باش نعطيكم فرصة. هنا غادي نحسبوا دلتا ديال البسط، غادي نلقاو اصغر من صفر. دونك الاشاره ديال داك التعبير اللي في البسط هي الاشاره ديال ا اللي هي ناقص 4. دونك داك التعبير اللي في البسط سالب على المقام التعبير، الاشاره ديالته سالبه. دونك السالب على السالب موجب. دونك ال ان زائد 1 ناقص ال ان كبر من زيرو. نستمع لرسالة أخرى. السلام أستاذ، لدينا متطابقة هامة. غادي نلقاو 4 إلى 2 إلى هنا، غادي نعملو بناقصية الأولى، وغادي نديرو متطابقة هامة، ونديرو حسب الإفتراض. مانيش نديرو حسب الإفتراض، نديرو حسب ما سبق، وغادي نكملو. غادي نلقاو بالتزايدية. أيه حتى هادي مزيان. إذا هنا يمكن لك دير الدلتا، يعني تفكروا ديك القضيه ديال التعميل الحدوديه من الدرجه الثانيه، او لا تخرج منها متطابقه هامه. راه يمكن لك تخرج منها متطابقه هامه، صافي الى رديتوا البال راه كاينه تما متطابقه هامه، ايدونتيتي ريماركابل، ولكن ماشي مباشره. لا خصك دير واحد الخطوه هي الاولى، غتعمل بناقص هي الاولى. يلا حنا مثلا ما بانتش لينا متطابقه هامه، اوكي ما بانتش لي انا مثلا متطابق هام. باش نعطيكم بصفه عامه، انت الا تصادفتي معاه في الوطني تعرف كيفاش تعمل معاه. اذا ديما ملي كتبغي تعمل هذه القضيه هذه كتفكر التعميل ديال واحد الحدوديه اللي من الدرجه الثانيه. هذه ردوا معايا البال وكتبوها عندكم عفاكم. سي زائد سي اشنو كندير؟ كنحسب الدلتا، كنحسب الدلتا هو الاول. الا كان الدلتا كيساوي زيرو راه التعميل كيكون عامل ا عامل لي اكس ناقص داك الحل واستثنان. الا كان الدلتا موجب كيكون عندك جوج حلول، يعني التعميل كيكون ا عامل لي اكس ناقص الحل الاول، عامل لي اكس ناقص الحل الثاني. حنا غنحسبوا مثلا الدلتا، نحسبوا الدلتا فين هو ا هو ناقص 4، فين هو بي هو 12، فين هو سي هو ناقص 9. شحال كتساوي الدلتا الا بغينا نحسبوا؟ مثلا الا بغينا نحسبوا كتعطينا 12 أس 2 ناقص 4 في ناقص 4 في ناقص 9. إلا حسبتي هاد العجب هذا راه كيعطيك زيرو، صافي حسبوها بالآلة الحاسبة وغتلقاوها غتعطيك زيرو. إذا كيفاش غيتكتب التعميل؟ كيفاش غيتكتب التعميل؟ التعميل في الحقيقة ديال هادي إلا كان الدلتا كيساوي زيرو غيتكتب بهذا الشكل، أ عامل لي إكس ناقص الحل اللي لقيتي وسي 2. اذا حنا دابا بقى لينا غير هذا الحل خصني نلقاه. ملي لقيت الدلتا كيساوي زيرو بمعنى الحل راه غيساوي ناقص 12 على 2 ا، ناقص 12 على 2 في ناقص 4. شحال كتساوي؟ كتساوي ناقص 12 على ناقص 8، صافي. والا اختزلتي راه غتعطيك. دونك شحال كتساوي هذيك؟ المهم غندير تساوي مورا تساوي، غتعطيك اسيدي ناقص 4 اللي هي ا،
يو ان حيت ما كنخدموش باكس ها هو الحل. غتعطينا زائد 12 اولا ناقص 12 على 8 اوسيتان 12 على 8 شحال كتساوي؟ يلا شي واحد يعطينا 12 على 8 شحال كتساوي؟ فقراء الرياضيات اللي ما عندهمش مع الحساب كتساوي 3 على 2 3 على 2 3 على 2 هي 3 على 2 صافي مفهوم. فتح مزيان ما عليكش. ا عامل لي اكس ناقص اكس 1 و 2 داكشي اللي درت تما داكشي اللي درت غير زعما هنا قدينا الحل اللي هو ناقص بي على 2 ا. اذا في المقام شحال عندي تما 4 يو ان ناقص 8 زيد نكمل نبسط 4 يو ان ناقص 3 على 2 الاختزال و 2 4 يو ان ناقص 8. دابا الا مشيت ندرس الاشاره غنعتمد عاوتاني على الترجع. هذه بعدا موجبه باس 2 ولكن فهاد ناقص سالبه كاين اللي نسى الاشاره ديال المقام. الاشاره ديال المقام راه ديجا بيناها. نديرو بما ان بويسك بما ان 4 يو ان ناقص 8 صغر من صفر اذا دونك اشنو غتكون الاشاره ديال هذه؟ غتكون موجبه. علاش؟ حيت المقام سالب وهذه سالبه وهذا موجب. السالب على السالب كيعطيك الموجب. اذا هذا الفرق غيكون موجب صافي موجب ومنه يو ان تزايدي كرواسون بما انها تزايديه ومكبوره بالعدد 3 على 2. منين جبت هاد مكبوره ب 3 على 2؟ في الترجع ديما باش تعرف واش مكبوره ولا مصغوره كتعتمد على الترجع. فانها متقاربه الي كونفيرجونت. يلا اللي فهمي طبي 5 عفاكم. ديك مكبوره وتزايديه هذيك غير استنتاج فقط. صافي يلا دونك ملي عملنا لقينا هذه موجبه وهذا سالب وهذا سالب. السالب على السالب كيعطيك الموجب. داكشي علاش قلت راه الفرق راه موجب حيت هذا كيمثل لي الفرق. هذا هو يو ان زائد 1 ناقص يو ان موجب. اذا تزايديه. بما انها تزايديه ومكبوره فانها متقاربه. هادشي راه كيتعاود بزاف ديال المرات. صحيح نعاودها واش نعاودها شويه بشويه الاخوان. استاذ زربتي لا ما صعيبه والو ما صعيبه والو. يلا غنعاودها زربت حيت بغيت نمشي لتمرين اخر داكشي علاش. ماشي مشكل يلا نعاودوا اسيدي. قبل كاع ما نجاوب عليها غنعطيكم واحد القاعده باش نتوما تعقلوا عليها واللي غتحتاجوها في الامتحان الوطني حيت راه ماشي ديما كيكونوا حتى بعد الامتحانات الوطنيه اللي قبل كتلقى واحد التعبير بحال هكا كتكون فيه يو ان واستثنان. يلا خذ ورقه وستيلو باش نعطيك واحد القاعده اللي غتكتبوا عندكم. تعميل ديال حدوديه من الدرجه الثانيه هاهي هادي كتسمى حدوديه من الدرجه الثانيه. بغيت نعملها حسب داكشي اللي قريته في الجيد على المشترك والاولى بكالوريا. واخا ديك الساعه راه كنتو ناعسين يلا فقتو دابا ماشي مشكل غنعاودوها. هادي باش تلقاها اولا تعملها كتحسب الدلتا اذا ملي كنحسب الدلتا
وكنلقى الدلتا موجب خصني نعمل هذه. ملي كيكون الدلتا موجب شحال من حل كيكون؟ كيكون لي جوج حلول اكس واحد اللي كيساوي ناقص بي زائد جذر الدلتا على جوج ا، واكس جوج اللي كيساوي ناقص بي ناقص جذر الدلتا على جوج ا. صافي هذه هي الحاله فاش كيكون الدلتا موجب. دابا راك دابا كيفاش غنعملوا هذه؟ هذا سيدي كتكتب بهذا الشكل، ا كنبداو بالعدد اللي حدا اكس اس 2، كندير اكس ناقص الحل الاول اللي هو اكس 1 عامل لي اكس ناقص اكس 2. صافي هذه دابا رجعنا لهكا. امتى غترجع هكا؟ حتى يكون الدلتا موجب. راك دابا الا كان الدلتا كيساوي زيرو، الا كان الدلتا كيساوي زيرو شحال من حل كاين؟ واحد الحل. كيفاش كيتكتب هذا الحل؟ هذا ها هو داك الحل اللي غنكتبوه، ناقص بي على جوج ا. بمعنى التعميل غيتكتب بهذا الشكل، اكس ناقص هذا الحل اللي هو اكس واحد، ولكن كدير اس 2. هادشي اللي كاين. دابا الا كان الدلتا سالب، الا كان الدلتا سالب ما يمكنش تعملها، كتبقى هكا نيت، ما يمكنش تكتبها على شكل اقواس. صافي يلا اللي فهمت لهنا يطابي 5 5 باش نمسح. اللي فهمت لهنا عافاكم يطابي 5 5 باش نزيد حوايج اخرين. يلا يلا صافي مزيان. نقدر نديرو جدول الاشاره ولكن بلا ما دير جدول الاشاره. المهم خصنا حنا دابا الهدف ديالنا نعملو داك التعبير اللي كاين في الباست. هذاك التعبير اللي كاين في الباست خصني ضروري نعملو باش نقدر نعرف واش موجب ولا سالب. هذا هو الهدف ديالنا. يلا نتوما دابا غير حاولوا تردوا معايا البال. راه دابا شي وحدين في واحد الجروب اتفقوا باش يهجموا على الحصه، غيبغيو يديرونجيوكم. نتوما دابا ما تسوقوش، رانا كنمرو فيهم واحد بواحد. صافي الاخوان يلا سير على الله. قبل ما نمشيو عاوتاني للتمرين ديالنا شوفوا معايا. قبل ما نمشيو للتمرين ديالنا انا غنعتبر واحد الحدوديه، واحد الحدوديه اللي هي ناقص 4 اكس اس 2 زائد 12 زائد 9. بغيت دابا نعمل هادي، راه الا قدرت نعمل هادي راه غنعمل هادي نيت. راه غير هنا كندويو على يو ان وتما كندويو على اكس. اوكي باش تبان لكم مزيان. اذا باش نقدر نعملها غنحسب عاوتاني، غنحسب الدلتا، غنحسب الدلتا. اي راه كاينه عصابه كتستهدف الناس اللي كيديروا حصص مباشره، كيمشيو عندهم وكيسبوهم تما وكذا. انا راه ما عنديش مشكل حيت انا الحمد لله راه ماشي مشكل، ولكن الاشكال اللي كيبقى فيه الاساتذه اخرين، اساتذه اخرين كيمشيو كيهجموا عليهم في الحصص المباشره. الدراري طلبه وكذا يعني كيتفقوا في الجروب. راه ديجا حصلت واحد الجروب كيتفقوا فيه وشدتهم، ولكن دابا راه كاينين الجروب اخرين. ايوا لا يحصل العوان شي مشكل. اعطيوني الدلتا شحال كتساوي، اعطيوني الدلتا شحال كتساوي. راه هادشي اللي خصك تعجب ليه، علاش بالضبط ما يستهدفوش لي باج مثلا ديال دنيا باطمه ولا شي حاجه سميتو شي حاجه اللي كبيره بزاف اللي عندهم متابعين بزاف ولا كيديروا شي حوايج ماشي هي هذه كلها. بنادم ما كيشوف روتيني اليومي كيتبلوكا، ما كيقدر حتى يسب، صافي كيتبلوكا ما كيقدرش باقي يكتب. ولكن كيكونوا حادقين غير في هذا الشيء اللي فيه الخير للاخرين، ما كاين غير كتب الشات كذا السب السبان كذا. ديك الساعات كيكونوا 10 لزيرو في الكلافي.
انا الحمد لله راه انا ماشي مشكل، ماشي مشكل. بنادم يجي لهنا يخوض راحته حيت انا عارف كيفاش كنتعامل، ولكن كما قلت الاخرين ده هو المشكل. الدلتا كتساوي زيرو ياك، الدلتا كتساوي زيرو. الدلتا كتساوي زيرو، مزيان. لدينا الدلتا كتساوي زيرو. ملي الدلتا كتساوي زيرو خصني نحدد الحل، يعني المعادلة تقبل حلا وحيدا اللي هو اكس كتساوي ناقص بي على جوج ا. انا دابا غير كنلخص لكم هادشي باش تفهموا، ما راه هادشي ديجا درناه. ناقص 12 على جوج ا، شحال كتساوي ا؟ ناقص 4. ناقص 4 في جوج هي ناقص 8، بمعنى 3 على جوج. كيفاش غيتكتب التعميل ديال هادي؟ غيتكتب بهذا الشكل. كنبداو ب ا اللي هي ناقص 4، عامل لي اكس ناقص الحل اللي لقيتي اللي هو 3 على جوج، ولكن استثناء. ها هي القاعده اللي عطيتكم، يلا نطبقوها تما. غير هو هنا كندويو على لي زيكس، وتما كندويو على يو ان. غنديرها قدام هانيت. ناقص 4 عامل لي يو ان ناقص 3 على جوج الكل استثناء، والمقام عاود الثاني 4 يو ان ناقص 8. دابا خصني ندرس الاشاره. هذا المقام ديجا درسنا الاشاره ديالو في البرهان بالترجع ولقيناه سالب، وهذا سالب، سالب على السالب كيولي موجب، وهذا عاوتاني موجب. بما ان عندك سيدي يو ان ناقص 3 على جوج والاستثنان موجب كبر من صفر، وذاك المقام حتى هو اللي هو 4 يو ان ناقص 9 صغر من صفر، هذا صغر من صفر ياك، ناقص 8 صغر من صفر، وبالتالي هذا الفرق يو ان زائد واحد ناقص يو ان غيكون موجب. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، اذا راه ساهله بزاف. هذا موجب ولكن هذا سالب، هاد السالب هذا في ناقص 4 غير رجع عاوتاني موجب، اذا يعني القشر كامل غيولي موجب. بما ان هذا الفرق موجب يو ان تزايديه، تزايديه. وبما انها تزايديه ومكبوره ب يو ان او لا ب عفوا 3 على جوج، فإنها متقاربة. يلا دابا اللي فهمي طبي 5 5 باش نمشيو لحوايج اخرين. يلا نشوفوا أسئلة اخرين. صافي، مزيان. دابا غنمشيو للسؤال الاخر. كاين خطر مميز كيساوي 288. لا 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 لا، ماشي 288 عفاكم، ياك الدلتا كيساوي زيرو، الدلتا كيساوي زيرو او لا لا. واش الدلتا كيساوي نت زيرو؟ راه لحتو فيها كاع الشك. واش الدلتا كيساوي زيرو ولا 288؟ زيرو. انت مزيان، زيرو ماشي 288.
غنكتب واحد المعطى اخر عفاكم، عطاونا في ان، شوفوا في ان شنو كتساوي، عطاونا في ان غنكتبها تما. يلا غنكتب لكم في ان لتكون متتالية بحيث نشوفوا هاد في ان شنو كتساوي. كتساوي سيدي جوج على جوج على جوج او ان ناقص ثلاثة لكل ان من ان. هيا صافي زيرو زيرو. راه الاقواس هذوك اللي لقاو اللي لقاو 288 ما داروش الاقواس، وقيله ما داروش الاقواس، وهذه راه خطيره بزاف. يلا يلا صافي. اذا هنا قال لك بين ان او ان او في ان حسابيه، بين ان في ان متتاليه حسابيه. بيننا في ان حسابية أساسها ناقص جوج. باش نديرو التذكير عفاكم، اللي كيقول لك بيننا في ان حسابية راه ماشي بحال اللي قال لك بيننا في ان هندسية، كاين فرق. حسابية كنحسبو الفرق، اوكي، في ان زائد واحد ناقص في ان، وخص تعطيك عدد اغ اللي كنسميوه الاساس. اما الا قال لك هندسيه كتحسب في ان زائد واحد على في ان، وخص تعطيك واحد العدد كيو اللي كيتسمى الاساس. اول حاجه غنديرها هنا غنبين في ان تون سويت اريثميتيك، غنحسب في ان زائد واحد هي الاولى غنقدها. شحال من واحد عاوتاني دار فيها خطا في هذه القضيه هذه، شحال غتساوي بعدا؟ جوج على جوج او ان زائد واحد ناقص ثلاثة، اوكي. عاد غنعوض هاد او ان زائد واحد، غنعوضوها غتعطينا جوج. جوج عامل شحال كتساوي او ان زائد واحد؟ ها ياك في السبورة كتساوي اربعة او ان ناقص تسعود على اربعة او ان ناقص تمنية ناقص ثلاثة. من بعد غنحاول نعمل هنا بجوج، غنعمل هنا بجوج باش نختزل. الا عملت بجوج غتعطينا، اولا ننشر بحال بحال، غنجي لهنا باش تكون عندي البلاصه. نتوما راه كديروا تساوي مورا تساوي. غتعطينا سيدي 8 يو ان ناقص 18 علاش؟ على 4 يو ان ناقص 8، 4 يو ان ناقص 8. غنديرها شويه بشويه صافي. الخطوه الاولى شنو درت؟ نشرت جوج في 4 هي 8، جوج في ناقص 9 هي ناقص 18 على هذا المقام. دابا شنو غندير؟ غنوحد المقامات، هذا المقام غيكون مضروب في ناقص 3، وغيكون عندك تما جوج مقامات. المقام الاول الكبير اللي فيه جوج يعني البسط ديالو جوج، وهنا 8 يو ان ناقص 18 ناقص 3 عامل ل 4 يو ان ناقص 8 الكل على 4 يو ان، يعني داك المقام ناقص 8. حنا دابا يلاه كنقادو غير في ان زائد واحد، زيد نقادو باقي الحساب. هنا جوج 8 يو ان، ولا غننشر هو الاول باش تبان ليا مزيان، ناقص 18 ناقص 12 يو ان ناقص مع ناقص هي زائد 24، الكل على 4 يو ان ناقص 8. 8 ناقص 12 كتساوي ناقص 4 يو ان، ناقص 18 مع زائد 24 شحال كتساوي عفاكم؟ ناقص 18 زائد 24 شحال كتساوي؟ يلا راه واخا الحساب ساهل، شوف راه كاين اللي كيمشي حتى للوطني، 1 زائد 1 كيدير فيها كتساوي 3، علاش؟ بديك الخلعه ديال الوطني. اذا دائما بقى استعمل الاله الحاسبه باش تاكد من الامور. باقي كاين اللي كيقول 288، لا حول ولا قوه الا بالله.
شحال؟ ستة. صافي بلاتي باش نعاودو ديك الدلتا باش كلشي يتأكد انها كتساوي زيرو. شوف معايا، عندي الأقواس 12 وسي 2، نعاودوها ماشي مشكل، ناقص وندير الأقواس 4 مضروبة في ناقص 4 مضروبة في ناقص 9، راه كاينة ناقص 9 كتساوي زيرو. صافي هادوك اللي قالوا 288 راه ماشي 288، زيرو. صافي الإخوان، يلا يلا غير دور البال، ردوا البال. قلنا 6 كتساوي 6، هنا سيدي كتعطيك 4 يو ان ناقص 8. صافي من بعد ولكن خاصني جوج، عفوا خاصني جوج الفوق. جوج كما قلت ناقص 4 يو ان زائد 6 يكون على 4 يو ان ناقص 8. حتى هنا كلشي مزيان. اشنو غندير عاوتاني؟ راه يمكن لي ندير مقلوب، يمكن لي ندير واحد المقلوب. الا درت المقلوب غتعطينا جوج مضروبة فاش هاد المقام دابا غيمشي للبسط، غيمشي للبسط بحال اللي درتي مقلوب، غتعطينا 4 يو ان ناقص 8 الكل على هاد الاخر، هذا ناقص 4 يو ان زائد 6 زائد 6. باش تبان لي القضية مزيان يقدر يعني نشر داك جوج او لا نعمل هنا بجوج بحال اللي بغيتي. من الاحسن نعمل هنا بجوج باش تختزل ليا. الا عملت بجوج شنو غتعطينا؟ غتعطيك اسيدي جوج 4 يو ان ناقص 8، وفي المقام الا عملت بجوج غتعطيك في الاخر ناقص جوج يو ان زائد 3. صافي هذا بقى هاد جوج هادي مع جوج مشات، وشنو غيبقى لك؟ غتبقى لي 4 يو ان ناقص 8 على ناقص جوج يو ان زائد 3. هادشي اللي لقينا في الاخر. من بعد غندير في ان زائد 1 ناقص في ان، حيت دابا يلا قد دينا في ان زائد 1. ديما كتبدا في ان زائد 1 باش تقادها مزيان، سواء بغيتي تبين ان في ان هندسيه او لا حسابيه كتقاد في ان زائد 1 هو الاول. ها هي لقيناها في الاخر. دابا غنطبق القاعده ديالي. اذا باش نقدر نبينها حسابيه غنحسب هذا الفرق في ان زائد 1 ناقص في ان، وكتحسب كتعوض كل حاجه بلاصتها. في ان زائد 1 هي 4 يو ان ناقص 8 شويه بشويه على ناقص 2 يو ان زائد 3 ناقص في ان. شحال كتساوي في ان؟ ها هي في التمرين كتساوي 2 على 2 يو ان ناقص 3. باش نقدر نحد ليهم المقامات شنو غندير عاوتاني؟ هنا كاين واحد القضيه، خصك تعمل بناقص في هذا المقام. ملي غنعمل بناقص داك ناقص غيمشي للفوق، ها هو جا للفوق داك ناقص. دابا باش عملت المقام وغيتبدل الترتيب، اولا غتولي جوج يو ان ناقص 3 ناقص جوج على جوج يو ان ناقص 3. مادام انه عندهم نفس المقام غندير واحد الكسر ناقص 3، وهنا غننشر ناقص 4 يو ان ناقص مع ناقص هي زائد 8 ناقص 2، وفي الاخر المهم انا راه كندير تساوي قدام تساوي حيت ما عنديش البلاصه. هنا سيدي غتعطيك ناقص 4 يو ان زائد 6 على 2 يو ان
ناقص ثلاثة، غنمسح عاوتاني ديك السبورة الأخرى. في النظر ديالكم باش نلقاو النتيجة، شنو هي الخطوة الأخيرة اللي خصنا نديرو؟ راه سهلة، شي واحد يعطينا شنو هي الخطوة اللي غنديرو باش نشوف واش تبعتو معايا ولا لا. شنو هي الخطوة الأخيرة؟ واحد الخطوة بسيطة بزاف. شنو هي في النظر ديالكم؟ شي واحد يعطينا في التعاليق بطبيعة الحال. الأساس هو la raison. بالفرنسية هو la raison. La raison. قال لك مونتري كو في ان ايت اون سويت اريتميتيك دو ريزون موان دو. تعميل باش راه هنا فين كاينه القضيه. كاين اللي وصل حتى لهنا في دوك الورق اللي بعد الورق شفتهم وصلوا حتى لهنا وما قدروش، داروا شي اخطاء في الاشارات. خصك تعمل بناقص جوج. علاش؟ باش تحيد لك ديك ناقص اللي حدا ربعه، ماشي بجوج. لا ماشي بجوج، حيت الا عملتي بجوج ما غيكونش عندك الاختزال. راه هذا الشيء علاش سولتكم. خصك تعمل بناقص جوج. شوف انا دابا ملي غنعمل بناقص جوج اشنو غيبقى لي انا؟ جوج او ان، ولكن هنا خصك دير ناقص. علاش؟ حيت عملتي بناقص صافي، وغتبقى لك ثلاثة. ها انت ناقص جوج في ناقص ثلاثة شحال كتساوي؟ ستة، حيت تما كاينه زائد ستة. علاش عاوتاني؟ ها علاش لو سيور؟ باش تختزل ليا مع المقام. صافي مشات، صافي في الاخر غتبقى لك ناقص اثنان، وبالتالي ومنه في ان حسابية تون سويت اريتميتيك دو ريزون موان دو. لي فهمي طابي 5 5 باش نمشيو لحاجة أخرى. والتعميل بناقص جوج الإخوان ماشي جوج، هادوك اللي قالوا جوج مرة ما تلقاوهاش بديك القضية. أي يرى الحصص المباشرة عفاكم راه غيبقاو يكونوا يوميا، كل سميتو غنذكركم بالتوقيت صافي. وابتداء من الحصه ديال غدا غنعطيكم كيفاش غتحطوا الاجابات ديالكم في الورقه ديال التحرير. علاش؟ راه دابا شحال من واحد هو عنده مع الرياضيات او عنده مع الفيزياء او عنده مع السيونس، ولكن هذاك الشيء ماشي كافي. دابا خصك توصل لواحد المرحله ديال انه خصك تعرف كيفاش تحط الاجابه ديالك في الورقه ديال التحرير. حاولوا تبقاو تشاوروا مع الاساتذه ديالكم عفاكم، خاصه اللي كيقريوكم في القسم، حاولوا تواصلوا معاهم. راه ما يمكنش تسول الاستاذ ديالك يقول لك لا، ما يمكنش، هذه ما كايناش. اذا حاولوا تستغلوا هذه الظرفيه هذه، حيت الاساتذه هما اللي عارفين كيفاش غتقبل الاجابه ديالك. بحال مثلا المتتاليات، واش نيت هكا غتحط الاجابه ديالك، واش ناقصك شي حاجه، واش مفهوم. هادشي غنركز عليه انا، ولكن حتى نتوما تواصلوا مع الاساتذه ديالكم ضروري، حيت الاساتذه راه غيعطيوكم معلومات بزاف. اكيد راه كلشي عندكم النماري ديال الاساتذه ديالكم. حاول تسول استاذ كيفاش ملي كتخدم شي تمرين، استاذ كيفاش واش هاد الطريقه باش حطيت الاجابه ديالي واش غتقبل في الوطني، واش هي هذيك. هاد الشيء خصكم تردوا ليه البال. ايه والله يسر الامور. يلا غنمسح السبور. راه معكم بصح، راه كاين دابا اللي مرتاح صافي، قال لك راه عندي مع الرياضيات ما خصني حتى خير، ولكن خصك تعرف كيفاش دير أو كيفاش تحط الإجابة ديالك في الورقة ديال التحرير. كاين كاع اللي مسكين مازال كاع ما كمل المراجعة. شوفوا معايا السؤال ب، اكتب في ان بدلالة ان. عرفتوا شنو غنستعمل هنا؟ بما ان في ان متتاليه حسابيه غنستعمل الحد العام. دائما هذا السؤال راه ما يحيدوش لك الطبيب في الوطني، ما يحيدوش لك، يعني انت تقدر تعول على الهندسيه او الحسابيه. هاني غندير لك التذكير الحسابيه. اذا الحد العام علاقه
علاقة الحد العام تيرم جينيرال، الحد العام. شنو هي هاد العلاقة ديال الحد العام؟ في ان كتساوي في بي، هادي قاعدة، زائد ان ناقص بي مضروبة في ار. كتبها عندك الا ما عقلتيش عليها. ديما ملي كيقول لك كتب ليا في ان بدلالة ان وهي حسابية، كتستعمل هاد العلاقة. الا قال لك هندسية، هذيك غنشرحها لك في الحصص اخرين وفيديوهات اخرين، ماشي مشكل. انت دابا عقل ليا غير على هادي. اشنو كتمثل لي هاد بي؟ هي العنصر الاول، بما انك كتخدم في ان يعني في زيرو، يعني ملي حطيتي بلاصه بي زيرو غتكون حتى هنا زيرو. اشنو كيمثل لي هاد ار؟ هو لا غيزون، يعني لقينا فيه ديجا ناقص جوج، كلشي غتحطو بلاصتو. لدينا دابا غنخدمو على المعطيات ديال التمرين. لدينا في ان كتساوي في زيرو زائد ان ناقص زيرو مضروبه في ناقص جوج، حيت الاساس هو ناقص جوج. عافاكم حسبوا لي في زيرو شحال كتساوي باش نقدر نحسبها، يعني نكتبها. شي واحد يعطينا في زيرو. الي شي واحد يعطينا في زيرو. وغبروا صحاب 96، قلت لهم راه واحد المجموعه كاينه اتفقوا باش يجيو الحصه وغبروا. الحمد لله راه داكشي ديال الاف بي اي اللي كنخدموا بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتعداو على راه هما كيقراو نيت. راه المشكله دابا هادو راه كتلقاهم في المجموعه كيقراو، ولكن ما عرفتش واش هما ما مراجعينش وكيبقى فيهم الحال من جهه الاخرين، خصهم حتى هما ينكشوهم يعني باش ما يقراوش، ولا هذا هو دابا السؤال اللي ما تقدرش تفهمه نهائيا، حيت هما الهدف ديالهم كيدخلوا للحصص المباشر باش يديرونجيو التلامذ اللي بغاو يقراو. هذا هو الهدف الاساسي. زعما مش زعما راه النيه ديالهم ماشي اشرار ولا خايبين ولا، ولكن هاد الفكره هادي دابا بحال الا كتمشي كتضرب الباب ديال شي واحد وكتهرب كتخبى. هادي هي داك الاحساس اللي كنا كنحسو به ملي كنا صغار، هادشي باش كيحسوه هما دابا، ولكن هادشي راه حامض محمود بي اش. شحال عطيوني في زيرو. في زيرو ناقص جوج اطيف في زيرو ناقص جوج إذا في زيرو ناقص جوج. غتلقاو مشاو لشي بروف اخر. ايوا ليس الامور، ليس الامور. انتوما دابا شوف حطوا والديكم قدامكم، عرفتوا واحد الفرحه باش غتحس الوالده الا جبتي البكالوريا، راه ما غتخيلهاش. عارفين قلتها لكم، عرفتوا واحد الفرحه. حاولوا ما تحرموش والديكم من هذه اللحظه هذه. خلي الوالده ديالك تبان على الجيران، خلي الوالده ديالك تبان على ديك عمتك البرقاقه اللي كتصل، اللي غتكون اول وحده غتصل. ايوا كي اشنو دار محمد ولا شنو دار اول المتصلين بالوالده ديالك هي ديك عمتك البرقاقه. اعطي هذه الفرصه هذه تقول، يعني ترفع ليها راسها تقول ليها ولدي نجح ولا بنتي نجحات. راه كاينين بعد سميتو راه الا ما نجحتيش والله تيفرحوا. من العائله، من العائله ماشي البراني، ومن العائله الا ما نجحتيش والله تيفرحوا بزاف. ما تخليش ليهم هذه القضيه هذه. يلا قلتوا لي ناقص جوج، ياك ناقص جوج. بلاتي نعاود ناقص جوج. ناقص جوج، ناقص جوج، وهنا غتعطيك ناقص جوج، ناقص جوج ان صف. بمعنى اخر غتعطيك ناقص جوج عامل لواحد زائد ان، الا بغينا كاع نقدوها مزيان. يلا دابا غنمشيو للسؤال الموالي، غنشوفوا التمرين.
شوما بين ان يو ان كتساوي 3 ان زائد جوج على جوج ان زائد جوج. يلا ردوا معايا البال مزيان في هذا السؤال هذا باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاه. انا دابا غنعتبر بحال الا ما عرفتش شحال عطاونا نبينوا السؤال. جيم بين او لا اكتب يو ان بدلاله ان. اكتب يو ان بدلاله ان. هذا هو السؤال الاصلي غير هما قالوا لك بين ان يو ان كتساوي داك التعبير. اذا باش تلقى يو ان بدلاله ان كتبدا ديما بالتعبير ديال في ان. كتبدا ديما بالتعبير ديال في ان. لدينا في ان شحال كتساوي؟ كتساوي جوج على جوج يو ان ناقص 3 تكافي. عرفتوا شنو هي الفكره دابا؟ غتخيل بحال الا عندك يو ان هو اكس، زعما خصك تلقى واحد المجهول اللي هو يو ان، خصك تلقى شحال كيساوي. غندير داكشي ديال جداء الطرفين في جداء الوسطين، هاد المقام غنجيبو عند في ان وغتولي جوج يو ان ناقص 3 كتساوي جوج. غتبقى لك تما جوج، غير رديت داك المقام لداك الطرف. من بعد غننشر، غتعطيك جوج في ان في يو ان. النشر هادي في هادي، هادي عاوتاني في الاخرى، ناقص 3 في ان كتساوي جوج. زيد هادوك اللي ما فيهمش يو ان غنديهم لذاك الطرف بحالاش، جوج في ان في يو ان، هاد ناقص 3 في ان غنديها لذاك الطرف وغتعطينا جوج زائد 3 في ان. من بعد باش تبقى لي هنا يو ان خصني نجيب هاد جوج في ان نقسمها تكافي يو ان كتساوي جوج زائد 3 في ان على جوج في ان. من بعد باش نقدر نلقى يو ان كتساوي داك التعبير اللي عطاونا غنعوض في ان بالتعبير ديالها. شحال كنا لقينا في في ان؟ لقينا فيها جوج عامل لواحد زائد ان. اذا يو ان كتساوي جوج زائد 3 عامل، غنكتبها بهكا نيت هادي بلا كاع ما نعمل، غتساوي ناقص جوج ناقص جوج ان، غير كنعوض فقط على جوج ناقص جوج ناقص جوج ان. اذا يو ان كتساوي جوج النشر ناقص 6 ناقص 6 ان. زيد هنا عاوتاني لنشرت ناقص 4 ناقص 4 ان. باش غنعمل غنحاول نعمل ب4 اولا نقدو بعدا الحساب الفوق. شحال غتساوي هادي؟ جوج ناقص 6 هي ناقص 4 ناقص 6 ان ناقص 4 ناقص 4 ان. غنعمل بجوج الفوق والتحت. الا عملت بجوج الفوق غتعطينا ناقص جوج ناقص 3 ان، وهنا الا عملت بجوج غتعطينا جوج او لا ناقص جوج ناقص جوج ان. هاد جوج مع جوج غتختزل وغتبقى لينا في الاخر يو ان كتساوي ناقص جوج ناقص 3 ان على ناقص جوج ناقص جوج ان. الا عملت الفوق بناقص وعملت لتحت بناقص راه غيتختزل لي دوك ناقصات كاملين غيتختزلوا لي وغنلقاو داكشي اللي عطاونا فعلا. اذا هذه غتعطيك ديريكت، غنكتبها هنا حيت ما عنديش البلاصه، غتعطيك جوج زائد 3 ان على جوج زائد جوج ان. يلا اللي فهم عفاكم يطابي 5 5، اللي ما فهمش شي خطوه باش نعاود نشرحها. سواء عملتي بجوج ولا ناقص جوج ماشي مشكل، المهم في الاخر غتختزل بحال الا عملتي بناقص جوج حسن اصلا. صافي عاود ديك التعميل هادي
يلا باش ما نقصش مرحلة، شي مشكل. الا بغيتي تعمل من الاول بناقص جوج راه ماشي مشكل. انا الا عملتي مثلا بناقص، يلا شوف معايا، شوف غنعمل كاع بناقص جوج باش تبان لكم مزيان. غنجي حتى لهنا وغنعاودها، حيت عرفت واش تلفاتكم ديك ناقص. عندك اسيدي او ان، الا عملت الفوق بناقص جوج اشنو غيبقى لك هنا؟ غتبقى لك جوج، وتما غتبقى لك زائد 3 ان. علاش؟ حيت دابا الا نشرت هاد ناقص جوج غتولي هادي، وناقص جوج في 3 هي ناقص 6 ان. لتحت عاوتاني غنعمل بناقص جوج، راه بحال بحال، غتعطيك جوج زائد جوج ان. وها انت اختزلتي هاد ناقص جوج مع ناقص جوج، شنو غتبقى لك في الاخر؟ غتبقى لك او ان كتساوي جوج زائد 3 ان على جوج زائد جوج ان. صافي دابا مزيان. يلا شي واحد يعطينا النهايه شحال كتساوي؟ السؤال الاخير. السؤال جيم، او السؤال دال، واحسب نهاية يو ان. شكون اللي لقى نهاية يو ان؟ عفاكم شي واحد يعطينا النهاية ديال يو ان. ردوا البال، ردوا البال، اي حاجة كنكتبها عفاكم ردوا ليها البال، راه بحال هادشي اللي عندكم. وهذا الامتحان التجريبي اللي درت لكم راه محترم الاطار المرجعي 100%. علاش؟ حيت صيفطوا لبعض المفتشين وبعض الاصدقاء الاساتذه اللي عندهم تجربه وسميتو، يعني داك الشيء محترم الاطار المرجعي 100%، ما فيه حتى شي حاجه سميتو. هادشي علاش؟ كنصيحه فقط، حاول تعاود هذا الامتحان التجريبي حتى يطلع لك في الراس. وقت ما سولك عليه شي واحد تقول لي تفو داك الامتحان التجريبي اللي خليها سلعه، طلع لي في الراس، كنجاوب عليه تطلع لي في الراس. يعني خصك تعاودو حتى تفهمو مزيان. الا فهمتيه مزيان طرق ديال الاجابه، كون على يقين انك بحال مشيتي موجد للامتحان الوطني، حيت بحال داكشي اللي عندك. وديك الساعات كتزيد امتحانات تجريبيه اخرى وتمارين اخرين، حيت دابا مبقاتش الوقت. هذه هي الفكره اللي خصك دير، واللي داروا هاد التلامذ ديالي، اللي داروا هاد التلامذ ديالي دابا. دوك حيت داك الامتحان التجريبي فيه جميع الاسئله اللي تقدر تصادف معاهم، جميع الاسئله اللي تقدر تصادف معاهم. يلا يلا صافي. يلا باش نحسب الليميت ديال او ان، ردوا البال. غندير داكشي اللي كتساويه ليميت ان تؤول الى بلس لانفينو، وغنعوض جوج زائد 3 ان على جوج زائد جوج ان، واللي كتساوي ان تؤول الى بلس لانفيني. هنا الا عوضت ديريكت غنلقى فورما ديتيرميني. علاش؟ حيت ان تؤول الى بلس لانفيني، هنا بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني، غنتعامل معاها بحال الحدوديات. ولكن كاين اللي كيدير خطا، كيدير اكبر درجه لاكبر درجه. في المتتاليات ممنوع دير هذه القضيه، هذه كدير التعميل. غنعمل الفوق بان ولتحت بان. الا عملت الفوق بان غتعطيك جوج على ان زائد 3، ولتحت حتى هو غنعمل بان غتعطيك جوج على ان زائد جوج. اييه من بعد غتعطينا سيدي ليميت، واخا انا ما كنديرش تساوي مورا تساوي، نتوما راه في الورقه ديال التحرير كدير تساوي تحت تساوي، غير انا حيت البلاصه. اذا غتعطينا في الاخر جوج على ان زائد 3 على جوج على ان زائد جوج، وكتعطينا 3 على جوج. علاش؟ لان ضروري، لان
ليميت ان تؤول الى بلس لانفيني ديال جوج على ان كتساوي زيرو. عدد على بلس لانفيني كيساوي زيرو. يلا اللي فهمت تقاش على دي طبي 5 5 باش نمشيو لاخر حاجه. اخر حاجه نوريكم الطريقه ديالها، اخر سؤال في هذا التمرين. شكون اللي كنجاوب عليه؟ ديك النهايه ديال دوبل في هذيك راه حتى هي راه عندكم في الاطار المرجعي. وشحال من واحد ما عرفش الطريقه ديالها؟ شحال من واحد اللي ما عرفش الطريقه ديالها؟ انتبه معايا، ما هادشي راه ديجا كيتعاود. شكون اللي لقاها بلا كذوب ديك القضيه ديال دوبل في؟ هادي 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 اللي خايف منها، عفاكم تمشيو للوطن وما تقدروش تجاوبوا عليها وتضيع النقطه. خرجت لي 6، لا حول ولا قوه الا بالله. ولا ما ديروش الحد الاكبر، الله يرضي عليكم والله يحمي جدكم السابع عشر. راه هادي ماشي حدوديه، غير زعما بحال الحدوديه، حيت الا درتي اكبر درجه على اكبر درجه المصحيح هادي لك ديك العلامه ديال زورو. والو والو زعما هادشي، هاد السؤال هذا زعما تضيع فيه نقطه في الوطني حشومه. ويلي يلا شكون اللي بغى يجاوب على شكل رساله صوتيه؟ يلا بما نكتب السؤال في السبوره، كلشي يرد معايا البال، اللي ما فهمهاش يرد معايا البال. حدد نهايه شنو نهايه دبل في دبل في ان المعرفه بما يلي: دبل في ان كتساوي يو ان في الاكسبونونسيال اس يو ان. طبعا يتحل لكل ان من ان بلا ما نكتبها باش ما اديش ليها بلاصه. شكون اللي جاوب عليها؟ عمرنا شفناها يا الخوت. لا لا ما يمكنش، واه درتو الدرس في القسم والاستاذ ما يديرش معكم هذه الفقره؟ لا يمكن، راه المشكل ديالكم هذا هو المشكل ديالكم، ملي كيشرح الاستاذ في القسم ما كنتبهوش، حتى كتجي الوقيته فاش كتحتاجها عاد كتقول لا راه ما درناهاش. ما يمكنش، سير الدفتر ديالك وغتشوف. يلا نستمعوا لبعض الرسائل ديالكم نشوفوا غير واش عندكم فكره ولا لا. سلام استاذ، استاذ عافاك هذا التكامل ما كيخرج ليش النتيجه اللي باغين اللي هي الالين ديال او بليس ا على زوج. وراه خصك بعدا تجاوب على هذا السؤال. لا ليميت دو يو ان هي 3 على 2، ولا ليميت ديال اكسبو دو ان هي لا ليميت هي الاكسبو ديال 3 على 2. ولكن خاصك بعد الشروط، للاسف للاسف للاسف. استاذ بالنسبه لهذه النهايه غادي نديروا التعويض المباشر تساوي بلس لانفيني، لان ليميت عند بلس لانفيني ديال تي ال ان تي تساوي بلس لانفيني. كيفاش هو ال ان تي ولا تي ولا تي تي ولا فين كاينه شي ال ان تما؟ انا ما بانت لي حتى شي ال ان في السبوره بعدا. والو والو نسمعوا اخر اجابه. عندنا الليميت ديال ان كتساوي 3 على 2، والليميت ديال اكسبونونسيال كتساوي بلس لانفيني. 3 على 2 في بلس لانفيني كتساوي لنا بلس لانفيني. لا 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 واش تي شتي كنتو في الاول كتبانوا عليا واعرين في دوك الاسئله اللي كيتعاودوا ديما، وهذا السؤال هذا يلا زيد شنو نتفاهموا دابا.
ما كاين لا ولا. شوف 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 هنا راه فيه شويه ديال هاد النوع سيدي. كما عطوك في الاطار المرجعي قال لك راه عندك هاد النوع ديال المتتاليات، وهاد النوع ديال المتتاليات كيتعطى بحال هاد الشكل هذا، يعني كسؤال في الاخر في الاخر. اوكي ردوا ليه البال. اذا هادي راه ديجا كنتو شفتوها في الاطار المرجعي. يلا شوفوا معايا، انتبهوا معايا، انتبه انتبه انتبه. اول حاجه اول حاجه غندير مثلا نضع واحد الداله غنسميها اما اش ولا اف ولا اللي يعجبك اللي يعجبك سميها. نضع اف دو اكس كتساوي، شوف هنا عندك او ان مضروبه في الاكسبونونسيال ديال او ان. الى حيدتي ديك او ان شنو غيبقى لك تما بلاصتها؟ غتبقى لك مثلا اكس مضروبه في الاكسبونونسيال ديال اكس. علاش؟ حيت مثلا الا بغيت نحسب اف ديال واحد شنو كندير؟ كنحط بلاصه اكس واحد، يعني غتعطيك واحد في الاكسبونونسيال اس واحد. انا دابا عندي هنا او ان، يعني بحال الا حسبت اف ديال او ان، اف ديال او ان اللي هي او ان في الاكسبونونسيال ديال او ان. صافي داكشي علاش سميتو درتها بهذه الطريقه هذه. مزيان، ملي كدير هذه الخطوه هذا سيدي شنو كدير؟ اولا دابا باش نعطيكم كيفاش كتكتب هاد دوبل في. دابا دوبل في ان راه هي في الحقيقه اف ديال او ان. شتو اف ديال او ان؟ عندك اف هي هادي، الا حطيتي بلاصه لي زيكس او ان راه غتعطيك هادي، غتعطيك هادي. اذا الشرط عندك جوج شروط، عندك جوج شروط. الشرط الاول باش نقدر نحسب الليميت ديال هادي خص تكون او ان متقاربه، تكون او ان متقاربه وعندها الليميت. صافي، اذا الشرط الاول لدينا هادشي كلشي كتبينو في السؤال اللي قبل، لدينا او ان متقاربة كونفيرجنت ونهايتها شنو هي النهاية ديالها؟ يلا حسبناها 3 على 2. هذا هو الشرط الأول ما كتوحلش فيه. مزيان، الشرط الثاني خص تكون الدالة اف متصلة فاش؟ في هذا العدد هذا 3 على 2، يعني في الليميت، في النتيجة ديال الليميت. و اف متصلة في 3 على 2. علاش قلت متصلة في 3 على 2؟ حيت هادي هاد الدالة هادي معرفة على اغ، متصلة على اغ. ملي هي متصلة على اغ يعني متصلة في حتى في 3 على 2. صافي، ولكن في شي تمرين اخر الا بغيتي تبينها بديك الطريقة ديال الاتصال في نقطة. هادشي علاش قلت لكم ضبطوا مزيان ديك القضية ديال الاتصال ديال الدالة في نقطة، راه شرحتها في القناة ديالي والبارح اللي حطيتها. مزيان، اذا ملي عندي هاد جوج الشروط كتب هادشي اللي كنكتب لك دابا. ملي عندي هاد جوج الشروط، اذا نهايه ان تؤول الى بلس لانفيني ديال دوبل في اللي بغينا كتساوي ليميت ان يؤول الى بلس لانفيني. انا دابا بغيت نحسب الليميت ديال هادي. اوكي، بحال حسبتي الليميت ديال هادي نيت، بمعنى شحال غتعطينا؟ غتعطينا سيدي ليميت ديال او ان ليكسبونونسيال او ان، وكتعطينا شحال كتساوي ليميت ديال او ان عند بلس لانفيني هادي. هادي دابا شحال كتساوي؟ راه كتساوي 3 على 2، وهاد ليميت ديال او ان عاوتاني كتساوي 3 على 2. اذا هادي هي النتيجه الاخيره كتعوض. يلا اللي ما فهمش يطبي سانك سانك. اول مره كنشوف هاد الشروط. شنو كيفاش اول مره؟ سيروا الدفتر ديال القسم، سير راجع دوك الخاصيات ديال المتتاليات باش تشوفوها تما. راه هادي فقره في المتتاليات درتوها في الدوره الاولى، غير تنسات عليكم نهار تحط لك هاد السؤال في الوطني قول لهم راه ما قريتهاش. المهم الخبر في راسكم دابا، ها هي كتبت لكم الشروط ديالها وكيفاش كتجاوب عليها. راه ماشي شي حاجه صعيبه، كدير نضع اما كدير اش ولا جي ولا شي حاجه، المهم سميها اي حاجه. المهم خصك تبين ان ديك الداله ان ديك او ان متقاربه وعندها واحد النهايه اللي كتساوي عدد. والشرط الثاني خص هاد الداله اللي حطيتيها تكون متصله في هاد العدد هذا، وعاد كتحسب. اما باش تجي تحسبها ديريكت لا، راه خاصين كتجوج الشروط.
يلا الإخوان، شكرا على التتبع ديالكم، موعدنا مع حصة أخرى غدا إن شاء الله، ونتمنى تستفدوا واخا غير شوية إن شاء الله تعالى. يلا في أمان الله، يلا أسماء قلت لكم سهلة. غير هذا الشيء اللي كاين، سيروا عاودوا هاد التمرين هذا ملي غتسالي الحصة، عاودوا التمرين. يلا في أمان الله. يلا الإخوان، موعدنا مع حصة أخرى وإلى اللقاء.